يوم ينزل الماي من الكلف ينزل بقوة ويبتدي يحفر تحت يزيح الحصى اللي تحت. مع استمرار هاي العملية وان الشلال يواجه البحر من ورايه فمعناته ان الرياح تكون قوية تدفع الماي لجهة المنحدر. فشو يستوي؟ يتم يحفر يحفر يحفر. فالحين هذا الشلال مسوي ممر وراه. تقدر تقول ان تحت الارض في لافا، فتقدر تقول ان احنا نطفو فوق اللافا. وعندنا القشره الارضيه والصفائح التكتونيه. شو اللي يميز ايسلندا؟ ان هي نقطه التقاء الصفائح التكتونيه لقاره اوروبا اللي يسمونها يوريشيا اللي هي اوروبا واسيا مع امريكا. هاي النقطه موجوده في ايسلندا وتنزل تحت للجزء الجنوبي من الارض. ونقاط التقاء الصفائح التكتونية لما تكون قريبة من الأرض قريبة من القشرة الأرضية تكون المنطقة نشيطة بركانيا. فالأنشطة الأرضية تكون واردة جدا في أيسلندا والمناطق الثانية اللي تكون فيها التقاء هاي الصفائح. تقريبا في كل 5 سنين يثور بركان في أيسلندا. الحين طافت 6 سنين. هسه أبي يستوي شيء؟ ما أعرف. البراكين سببت مآسي وكوارث في أيسلندا، يعني خاصة بعض البراكين اللي ذوبت الثلوج وسوت فيضانات وايد ناس ما. أما البركان الأخير اللي ثار قبل 6 سنين ما كان في أي ضحايا لأن الشعب خلاص عرفوا كيف يتعاملون مع هاي الظروف. هالمناطق اللي تلتقي فيها صفائح تكتونية طبعا تكون نشيطة بالبراكين والزلازل والظواهر الطبيعية المختلفة. هذا اللي يميز أيسلندا. طبعا غير البراكين في وايد أشياء بنشوفها خلال الأيام الجاية وندخل في تفاصيلها. بيفضل بتري ثاني من وناسة الرحلة دائرة مفسد. فالحين شو اللي نقدر نستوعبه؟ تكون الجبال. كيف تكونت الجبال؟ عن طريق بعد حركات في هاي الصفائح التكتونية. يعني مثلا لو نشوف جبال إفرست سلسلة الهملايا نشوف الأنديز ونشوف هذه استوت عن انقلاب صفائح التكتونية. الحين نبتدي نتساءل ليش توزيع القارات مو عن طريق صفائح التكتونية؟ ليش عن طريق دول وبعدين يقول والله هاي قارة هاي أوروبا وهاي أمريكا وما أعرف شو يحطون فيها الدول اللي يبونها؟ فهذا تساؤل ما عندي له جواب. فشو اللي تلاحظه الحين من هالخريطة أن يوريشيا أوروبا وآسيا عبارة عن صفيحة تكتونية وحدة، وبعدين شو عندك صفيحة الجزيرة العربية. شيء ثاني معروف في دول اسكندنافيا الساقة. الساقة هي مثل القصص القديمة اللي يقولونها، يعني مثل عندنا قصة أم الدويس والأمور. طبعا هي تكون قصص خرافية يعني، فمن بين هالقصص أن أول واحد دخل أيسلندا سماها أيسلندا أنها هي بلد الجليد، ولكن هي مو كلها جليد. بعدين شو سوى؟ طلع من أيسلندا وراح جرينلاند. جرينلاند بيضة وسماها جرينلاند خضرة. ليش؟ عشان يقص على الناس. والحرب خدعة، فهو يبغى يوهم الناس انه في مكان كله جليد ولكن هو في مكان اخضر او العكس. اما عن جرينلاند التسمية الحقيقية ان الشخص اللي راح اول مرة كان يبغى يخليها اتراكتيف جذابة للناس اللي يسكنون فيها سماها جرينلاند. اما الحين يوم تجرب من المكان هذا اسمع صوت الماي لان الثلج بادي يذوب، يمكن يباله شهر وخلاص بيختفي الثلج. من الاشياء اللي لازم تحاسب فيها في ايسلند الرماد البركاني. الرماد البركاني هذا ممكن يخرب أجهزتك، يخرب كل شيء، إنه خفيف ورفيع ويدخل في كل شيء. بعد فترة كمية المياه هاي بتزيد بسبب
ذوبان الجليد من هناك. المكان هاي يوم الأيام كان عليه جليد، الدليل تكسر الحصى هاي، الجليد هو اللي يكسر الحصى بهالطريقة. شوف تلاحظ هالصخرة فيها فتحات صغيرة اسمها سكوريا، تكونت مع الماغما في وقت الذوبان، طلعت الغازات هاي وسوت مثل بابلز، وأول ما نشفت يمكن بسبب برودة أو شيء شي تمت نفس ما هي بهاي الفتحات. هي خفيفة بس جاذبيتها أقوى، يعني لو حطيتها في الماء على طول بتنزل. ذوبان النهر الجليدي هذا مسوي شلالات وراء، وين ما تمشي الحين هالوقت يعني خلال فصل الصيف تشوف الشلالات في كل مكان.